بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك يا ربنا عليه وعلى آله وأصحابه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين، اللهم أمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من نوابغ مصرية. معنا النهاردة القارئ والمنشد الكبير صغير السن كبير المقام الذي يقلد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وبكل جدارة، معنا ابننا الطفل الموهوب النابغة عمر علي. أهلا سيدنا الشيخ عمر. منور حضرتك، منور الدنيا ومنور قناة المحور وبرنامج الحياة أخلاق. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. هتسمعنا إيه بقى من القرآن؟ آيات من سورة المطففين. يلا اقرأ. بسم الله، ربنا يفتح عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. كلا الله الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين. كلا الله يفتح عليك يا ابني. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من
الله. سلام. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله الله الله. وخاتمه مسك. الله ما شاء الله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عيني يشرب بها المقربون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم. ما شاء الله تبارك الله. ختامه مسك وكلامك مسك ما شاء الله، وقراءاتك طيبة، ربنا يبارك فيك.